شايف الثقافة على المستويين زي ما بيقولوا، يعني مستوى الهاردوير ومستوى السوفت وير، مستوى المؤسسات الثقافية في مصر ومستوى المنتج الثقافي في مصر، وعلاقة ده بوضعية العقل المصري الآن. طبعا احنا اولا الثقافة واحنا بنتكلم عنها احنا لازم نستعيد مجموعة من التعريفات لفكرة الثقافة نفسها. بالمناسبة في كتاب مهم للناقد الانجليزي، واحد طبعا من اهم نقاد العالم، تيري جيلتون، اسمه فكرة الثقافة. الثقافة نفسها معناها، يعني انا هنا بستعيد مثلا كلام اليوت حوالين طبعا الشعر والنقد الامريكي حوالين فكرة الثقافة بوصفها ما يعني الوسيلة التي تجعلنا نسعى إلى أن يعني نصل إلى ما هو أفضل في حياتنا، أو ما يجعل الحياة تستحق أن تحيا أو أن تعيش. تعاش. نعم، المعنى ده معنى رومانتيكي زي ما حضرتك يعني مثالي قوي. مثالي جدا، طبعا معنى مثالي. احنا عندنا مثلا تيري جيلتون في فكرة الثقافة بيتكلم حوالين ان الثقافة بوصفها وسيلة من وسائل او أداة من ادوات توكيد الذات، وان الثقافة بتقوم بالاساس على فكرة العقل النقدي، وهنا نقدر نحط ايدينا على ملامح فكرة الثقافة في الحقيقة. طب معلش بس، لانه ده استدعى يعني فكرة في هذه اللحظة تحديدا، انه هنيجي لمسألة العقل النقدي يعني. لكن دايما لما بنقعد مع يعني مثقفين ومفكرين، فبلاقي استدعاء طول الوقت لفلاسفة اجانب نعم نعم في تعريفات الثقافة مثلا. نعم مفيش حد عندنا عرف الثقافة لا طبعا تعريف احنا عندنا تعريف يعني ده ممتاز طبعا يناسب ال طبعا هو طبعا ده طبعا انا بعتبره مدخل مهم بالمناسبة، لان احنا يعني طول الوقت لما بنيجي نتكلم، حتى صحيح صحيح بتلاقي طول الوقت مستعين بفلاسفة بره صحيح لكن صحيح. هل تراثنا مفيش فيه ده؟ لا هو فيه، هو انا بس حاولت اقفز ما بين حاجتين، ما بين واحد يعني يعني تقدر تقول ان هو يعني اليوت اللي هو بيبعد عن مسافة زمنية، وتيري جيلتون اللي هو يعني معاصر، يعني دي كانت النقلة. في نفس الوقت وانت بتتكلم على الثقافة، لو انت استعدت مثلا مفكرين بقى ومثقفين الكبار، احنا بنستعد طه حسين طبعا، طه حسين وكلامه شديد الأهمية في مستقبل الثقافة في مصر، اللي هو الكتاب اللي هو عمل ده سنة 38 طبعا اللي عمل الربط المدهش ما بين فكرتي التعليم والثقافة. الثقافة عند طه حسين هي مقترنة بالتعليم، والتعليم مقترن بالثقافة، يعني لا تعليم بدون ثقافة ولا ثقافة من غير تعليم، وده كان جوهر. ولذلك فكرة الثقافة عند طه حسين بالمناسبة اللي هي انها على الرغم من انها تبدو بسيطة الى انها مركبة، جزء اساسي في تركيبها انها بتعمل هذا الجدل ما بين ما هو تعليمي ما هو معرفي وبين ما هو ثقافي. وبالتالي فكرة الثقافة، وانا هرجع بقى لسؤال حضرتك، حوالين ان هذا الانفصال ما بين او هل هناك يعني تواشج، هل هناك نوع من انواع الجدل او الانفصال ما بين المنتج الثقافه وما بين راهن او واقع المؤسسات الثقافيه. طب واحنا طبعا بنتكلم على ده، احنا حضرتك اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت، قلت انه القائمين على التعليم وعلى الثقافة في مصر محتاجين خيال جديد. طبعا. طب لو ترجمنا ده على المؤسسات الثقافية في مصر والقائمين بالعمل الثقافي. طبعا خيال جديد، اولا انا طبعا هرجع تاني برضو في الحقيقه اللي هي كلام او إيه، انت تعرف ان واكيد حضرتك عارف ان مثلا ما كانش في لقاءات، احنا ظلت اللقاءات اللي هي ما بين رئيس الجمهوريه وما بين وزراء الثقافة ظلت متباعدة مدة طويلة جدا. وكان بالمناسبة يعني منذ عقود من الزمن شفنا اللقاء اللي يعني عمله الرئيس السيسي مع وزارة الثقافة السابقة، وأكثر من لقاء في الحقيقة. بالظبط. والكلام حوالين الدور المركزي، كان الدكتورة إيناس عبدية طبعا، الدكتورة إيناس، الدور المركزي اللي يجب أن تلعبه أصول الثقافة تحديدا. فإذا هناك وعي من صنع القرار السياسي بما يمكن أن تقدمه الثقافة من عطاءات في الواقع الاجتماعي المصري.
الثقافة محتاجة خيال جديد، بمعنى ان الحقيقة ان الخروج من هذه الدوائر الضيقة اللي احنا للأسف الشديد ان اللي هي بتحول المؤسسات الثقافية الى مجموعة من الجيتوهات، وده تعبير مخفف، الى مجموعة من الجيتوهات اللي هي بتسيطر عليها بقى ايه حاجة يعني الشلالية، واللي هي المجموعات اللي هي تقدر مجموعات صغيرة، مجموعات مصالح كلها، مجموعات مصالح بتسيطر على الاداء الرسمي الثقافي او على جانب منه، اللي هو بيتسم في جانب برضو منه بحاله من تقدر تسميها من هذا الروتين اليومي، يعني اللي هو ايه، ان يبقى افتقاد ما يسمى بالرؤيه الثقافيه العميقه. وده يجرنا مثلا ان انا هاخد نموذج زي المجلس الاعلى للثقافه. المجلس الاعلى للثقافه هو دوره الاساسي ان هو صانع سياسات ثقافيه، يعني هو مش دوره مثلا ان هو يكتفي انه يعقد ندوات او مؤتمرات او انه يبقى عنده لجان، يعني اللي هذه اللجان فيها يعني مئات الاسماء، يعني مثلا في عندك اكتر من 20 لجنه، يعني انت عارف حضرتك لجان عديده، لجان. طيب هي الفكره الاساسيه ان المجلس الاعلى للثقافه هو العقل الحي للثقافه الرسميه، هو اللي بيرسم الاستراتيجيه المفروض. نعم، فهو لازم ان هو وان احنا، وبالتالي احنا وهو بيصوغ هذه الاستراتيجيات الثقافيه يجب ان هو وهو بيصوغها يتعامل مع هذه الاطارات النظريه من زوايا تطبيقيه، يعني يقدم لنا تصورات نظرية قابلة للتطبيق، مش مجرد روتان أو إنشاء. وده الحقيقة اللي احنا مفتقدينه. فجزء أساسي في صناعة هذا الخيال الثقافي هو بينطلق في المقام الأول من وجود تصورات ثقافية واضحة محددة المعالم. اتنين، هذه التصورات يمكن بل هي يجب أن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. وإن احنا ننظر نسأل أنفسنا سؤالا واحدا، هل وزارة الثقافة المصرية وهل هي ملك المجموعة من المثقفين ولا هي ملك للشعب المصري؟ ده سؤال مهم. هذا السؤال في الحقيقة الإجابة عنه انها ملك. ده سؤال دافع وراه انه هي ملك مجموعة من المثقفين. فهي ملك للشعب المصري. وبالتالي هي لازم ان الثقافة تلعب هذا الدور اللي هو يبقى ايه، يتحول لقيمة مضافة الى متن الجمهورية الجديدة. يعني لازم انا الثقافة تدخل معها المعركة،